وي اللي بغيت نقول لك كان على هذه السيده هذا الله يرحمه الله يرحمه هي الاولى الله يرحمه الله يدخلوا الفسحاء الجنه ان شاء الله. كنعرفوا هو تنعرفوا والديه تنعرفوا باه الله يرحمه تنعرفوا امه تنعرفوا خواتاتو. دابا كاين من خيرات الشباب ديال مدينه اسفي الله يعمرها دار والله يرحمه في هذا النهار. هادشي ما سمعناهش الخبر بقى فينا مسكين بحال هكا. كنعرفوا باه الله يرحمه وكنعرفوا الام ديالو كتعاني معاه وداكشي وكنعرفوا مسكين بقى تشد الباك ديالو وداكشي وفرحنا زعما ملي مشى لهادشي ديال التجنيد حتى جانا الخبر قال لك بينه توفى ما عرفناش شنو السبب علاش توفى مسكين وداكشي. الدري مسكين باقي صغير عنده 22 عام مشى هو عنده الدبلومات وداكشي ودفع بلا والي الدبلومات هنا باغي يخدم داكشي ما جابش ليه الله. هي ديك قال نمشي للتجنيد لامون نمشي للتجنيد وداكشي مشى هو شويه مريض شويه لا طال هو هذا شنو نقول لك صدمه لا انا ولا امو ولا خالتي ولا كل شيء صدمه كبيره. انا الدري الله مشى مسكين ما كامله تا سيمانه تجات خباره كان بعدا هو في كوما ملي مشات الام ديالو البارح لقاتو ودا الحياه الله يرحمه. هو شويه ما عرفناش هو شويه سميتو لكن سبب غامض لان مات عندهم تمايا لا هو صغير يلا عنده 22 عام يلا عنده مسكين 22 عام وقاري وكل شيء عنده الدبلومات ودفاع شحال من سميتو ما كاينش حتى واحد ما عطاه وقت. داكشي قال لها معايا كتبيع الفخاره هنايا مسكينه كتبيع طبسيل بجوج دراهم اش غدير لها ديك جوج دراهم. قال لها ما نمشي قال لها مهمتي نعوض لك وداكشي هي ما كانتش موافقه باش يمشي ولكن راك عارفه قل الدراري صار صافي مشى مسكين ما كملش حتى سيمانه هي الخبار جات الحمد لله. اخويا من الصغر من ديك الناس صغار قرا معايا في ابتدائي وقرا معايا في الاعدادي هذاك راه اخويا هذاك راه ماشي صاحبي من اطيب خلق الله هذاك السيد من اطيب خلق الله من كل شيء تيشكره ما كيعكر شي واحد والاحترام والاداب ما كاينش شي واحد بحال هذاك السيد. كنت في الدار بقى لا كنت في الدار بالجموع قال لها فقط دخلت الفيسبوك لقيت التصويرة ديالو مطيق ها كان عنده مرض سكري ولكن داكشي تيبقى على دوك الناس اللي ما داروش الاجراءات الطبيه والفحوصات ديالها. راه من الاول حنا كنا عارفين قلنا موحا واش غادي يقبلوا كان دوك الناس ديما تيبقاو تيهبطوا عينيهم وصافي. الواد ديالو الله يصبرها ويا ربي يا ربي تصبر عليه بزاف وبزاف حيت ما غاديش تخلف هذاك الدري ما غاديش تخلفه إيش هي انسانه مرا كبيره والله اللي غيعوضها به ان شاء الله. اللي بغيت نقول على داك الشاب عبد الكبير الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه انه شاب خلوق دوز الدراسه ديالو شد البكالوريا ديالو عايشنا حنا الصغر ديالو هنا في المدينه اخلاقه زوينه. المهم كيف قلت لكم بانه هو شد البكالوريا ديالو ما جابش الله دفع شحال مرات ومرات مشى للجامعه قرا فيها وبقى تيدفع الكونكورات ولكن ما جابش الله. المهم ملي جا النداء ديال الوطن بانه هو يقوم بتجنيد مشى مو مسكينه تتكافح معاه هو تيكافح معها على اساس انه هو بغى يجيب شي درجه ضابط من تما كان هذا هو الطموح ديالو باش يجي يفرح الام ديالو. ساعة الغالب الله ما كتبش كانت القدره الالهيه قبل من كل شيء وتوفى واللي نقول هو الله يصبر الام ديالو والله يرحمه والله يوسع عليه. ديك الدري كيقرا معانا ايام الطفوله وهذه والله يرحمه مسكين كان تا هو بيبني مستقبل زوين اني ما كتبش لي وكتاب لي عند الله ان شاء الله. واني دابا جنيد اجباري بنادم اللي كان فيه السكر ما خاصوش تقبل من الاول وما كيفاش تقبلوا هو اصلا الليل كامل قال لك هو كان بوبري مريض وكذا هو انفو كان هنا قلت لي راه ما حتى الشهاده مع المرض كذا ما تقبلش وكان تقول يا رب تقبل هو بوبري كان كيطلب ضابط صف فهمت كان بيقرا على ضابط صف وكذا كان هو قبل امنيته هو يمشي للغربه بعدا كان بيحقق واحد الحلم يمشي للغربه ويسافر ما كتبش لي كتبت لي في عسكر مكتب لي يموت ما كتبش لي يموت في البحر كتبت لي يموت في العسكر.